السلام عليكم. وقبل البداية ندعوكم مشاهدين إلى تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. الملك يغيب عن حضور تنصيب الموريتاني الجديد، والعثماني يصل إلى نواكشوط تزامنا مع وصول زعيم البوليزاريو. حل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء أمس الأربعاء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الجديد للجمهورية محمد ود الغزواني. وجدد رئيس الحكومة في استقباله بمطار نواكشوط الدولي الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، ووزير العدل مختار ملال، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الدفاع الوطني يحيى ولد حدمين، ووزير الداخلية واللامركزية أحمد ولد عبد الله، وولي نواكشوط الغربية وسفير المملكة المغربية بنواكشوط حميد شبار. نفس الوفد الذي استقبل العثماني استقبل كذلك زعيم جبهة البوليزاريو الانفصالية الذي وجه له الرئيس محمد ولد عبد العزيز الدعوة لحضور حفل تنصيب ولد الغزواني، حيث وصل هو كذلك إلى مطار أمة تونسي بنواكشوط تزامنا مع وصول العثماني. وأنأ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شعب الموريتاني على هذه المحطة السياسية التي أكدت من جديد على ما تتمتع به موريتانيا من أمن واستقرار، مؤكدا في تصريح صحف حرص المغرب على تقوية وتجويد العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تنويعها، شاكرا في الوقت نفسه المسؤولين الموريتانيين على حفوة الاستقبال. كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد سلم قبل أيام للوزير المكلف بالشؤون الإفريقية محسن الجزولي دعوة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز الملك محمد السادس من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس الجديد، غير أن المغرب اختار تمثيله عن طريق العثماني في هذه المناسبة.